شكرا سيدتي، المباراة خلاصت والغالب غلب، فلا أعود للجدال. الحكومة جات بهذه الطريقة تاع التمويل المسمى غير التقليدي، فيه ناس انتقدته ولا عبرت على تخوفات بكل صدق، لكن الزمن هو اللي يثبت. احنا نقول ان هذا التمويل رايح يخلي الجزائر تجتنب ازمه ماليه خانقه، ونقول ان هذا التمويل مش راح يخلق لا تضخم ثقيل. صبح قريت واحد قالك حتى تضخم كات شيفر، نيا كات شيفر نيا دو شيفر. وعلى اي حال الحكومه راهي هنا والخبراء راهم هنا، من على 3 شهور على 6 شهور نشوفوا اذا كان موقفنا كان صائب واذا كنا خارج الحلبة. شكرا.